يلا سيدي بسم الله. لقاء جد مهم مع الكسابة ديال دوكالا مع الشركة ديال دانون اللي عاملة واحد البرنامج ديال الجميع غادي يمس 20,000 إلفو، وهذا يعني فاش يحسنوا الحالة ديالهم باش يحسنوا المدولية باش يحسنوا المدخول باش يتابعوهم كذلك في القضية ديال لاسيونس في المستقبل، وهذا فهذا كله إيجابي والحمد لله أن بلادنا كتنتج يعني جميع الطلبات ديالها. هذا الشيء ما كانش هذه سنين، وخصنا نكونوا فرحانين أنه بلادنا كتمشي بخطوات القدام وبأنها كتزيد الأمام وبأنه راه الحليب موجود والمغاربة راه بغاو الحليب في الصباح وبغاو الحليب كذلك يعني في العشية، وكيعرفوا بأنه ملي كيشربوا هذاك كاس الحليب راه شحال من واحد خدام عليه اللو، ف يعني ما كاينش البلاصه لشي حاجه اخرى اللي هي افتراضيه، ما كاين غير المعقول وما كاين غير الميدان. اليوم كان عرس كيواكب 10 سنين على مخطط المغرب الاخضر، مخطط اللي الحمد لله عطى واحد طفره في الانتاج ديال الحليب. حيت المغرب حنا دابا على ابواب شهر رمضان الكريم، كنا كنتسائلوا واش كاين الحليب ولا لا. الحمد لله بالواقع الايجابي للمخطط والانتاج اللي ارتفع في المغرب، الحمد لله بلادنا عندها الاكتفاء الذاتي للحليب. مركز حليب دانون شركه رائده عندها 70 عام في الوطن، 70 عام وهي كتخدم وعندها الشرف ان تخدم مع 120 الف فلاح. وصلنا الحمد لله لهذه النتيجه، ولكن سالنا نفسنا واش هادشي كافي. الحمد لله عندنا وساره وصيه اللي كتدعمنا بواحد الشكل كبير جدا، وكنقولوا لابد نحسنوا من ظروف العيش ومن المدخول ديال الفلاحه. اذا هذا المشروع اللي سميتو فلاح بلادي، اللي الهدف ديالو انه ياثر 20,000 فلاح في جهه دوكالا كمرحله اولى ان شاء الله باذن الله، اللي الاهداف ديالو من جهه الرفع من المدخول ديال الفلاحه، ان الاطفال ديال ولا اولاد الفلاحه يدخلوا لهذا المجال وهذا القطاع عبر التشغيل ديالهم في شركات ديال الخدمات، ومن جهه اخرى ان تكلفه الانتاج تكون طايحه. ولكن عندنا جوج الاسئله اخرى كنحاولوا نجاوبوا عليها. السؤال الاول ان الوقع ديال انتاج الحليب من ناحيه استهلاك الماء من ناحيه الارض وجوده الارض خصو يتحسن. واخر سؤال اللي حاولنا نجاوبوا عليه هو ظروف العيش الكريم ولا ظروف العيش الكريم للفلاحه والابناء ديالهم عبر توفير تغطيه صحيه للفلاحه ديالنا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.